لما موبايلك يفصل شحن. انا بندب اي حد على الطياره والحريف ينزل الروم. انت يا ابني هو الموبايل ده 24 ساعه في ايدك ما بيفصلش ابدا؟ لا يا بابا اكيد بيفصل شحن، بس انا بحطه على شحن على طول واقعد العب. طيب تمام، انا باخد الشحن ده لحد ما تخلص لعب وتقعد تذاكر. بس يا بابا الموبايل 10%. ماليش فيه بقى، بوريني هتسلي نفسك ازاي. A few moments later. لا لا ادي الموبايل فصل شحن. يا نهار ابيض اقعد اعمل ايه انا دلوقتي؟ ده حتى الشحن مع بابا. خلاص ما قداميش غير حل تاني. شفت بقى لما خدت منك الشحنة قعدت تذاكر ازاي؟ لا بابا ده انا قاعد بتفرج على الصور.